تعادل تميل للأسود ببانجي لم يخفي أسرار ما قبل المباراة. وصول الأسود ارتبط بأول حصة تدريبية بملعب بارتاليمي بوغاندا. المفاجأة أرضية كارثية جعلت إيري غريتس يفكر بشكل جدي في تفادي أي طرئ قد يعصف بحدود المنتخب ضمن المجموعة الرابعة. لا يجب البحث عن أعذار تتعلق بالملعب، لقد تدربنا على نحو جيد وهذا شيء إيجابي وسيساعد اللاعبين على تمرير الكرات في ظروف جيدة، وإذا تمكننا من الاحتفاظ بالكرة طيلة 3 دقائق فإن الأمور ستنحو منحى إيجابي. المهدي بن عطية لم تتأكد مشاركته إلا بعد نهاية الحصة التي دامت ساعة من الزمن. أشعر بتحسن كبير رغم أنني لم أتمكن من استعادة كل المقومات البدنية، أتمنى أن أخذ المباراة بدون متاهب خصوصا فوق أرضية صلبة. ساعة السفر حان موعدها. من فندق إقامة المنتخب عاش الجميع على إيقاع أمطار غزيرة زادت من احتمال تأجيل المواجهة لتأثر أرضية الملعب وعدم جاهزيتها لاستقبال الموعد الهام. دخول الحكم التونسي سليم جديد حسم الأمور. المباراة ستجرى أمام أزيد من 30,000 مناصر، جعلوا من الملعب مساحة لاستعراض الفنون التي تسخر بها إفريقيا الوسطى. عدم عزف النشيد الوطني أغضب اللاعبين الذين تولوا ذلك بأنفسهم رفقة حوالي 100 مناصر مغربية حضروا قمة الجولة. حضر جمهور إفريقيا الوسطى لتشجيع منتخبهم تقوية لشوكته علّه يظفر بنقاط 3 كانت تعني التأهل إلى الغابون وغينيا الاستوائية، إلا أن الأسود كانوا الأكثر شراسة بسيل من المحاولات كان مصيرها الضياع. أمر ترجم أسف إيريك غريتس الذي كان يدرك أن الحسم لن يكون إلا بالإيجاز على الخصم مبكرا. أظن أنني نادرا ما شاهدت فريقا يبسط سيطرته على مجريات المباراة كما فعلنا خلال الجولة الأولى. لقد أتيحت لنا تقريبا 7 فرص واضحة للإحراز، وأكيد أن تسجيل هدف يمنح المجموعة مزيدا من الثقة وتدبير الجولة الثانية بارتياح. النقطة السلبية أننا لم نتعامل مع الجولة الثانية بحزم وعجزنا على الإحراز. Point négatif, c'est que malheureusement, on n'a pas pu marquer 1 ou 2 goals en première mi-temps. يوسف العربي كان متوهجا في هجوم الأسود، لكنه لم يكن في يوم موعده مع الحظ والفاعلية. رغم أننا كنا الأقرب للفوز فقد تمكننا من تحقيق الأهم بالعودة بتعادل هام. لقد أهدرنا فرص عديدة، لكن الشيء الأكيد أن الاحتفال الحقيقي سيكون أمام جمهورنا بالمغرب. الأهم أننا لم ننهزم وحافظنا على حظوظنا. سنحت لنا مجموعة من الفرص خلال الشوط الأول، لكن الحظ لم يكن بجانبنا. الأهم أننا أدينا مباراة كبيرة أمام خصم عنيد، وعموما سنحسم التأهل بالمغرب. المناورة الوحيدة لأصحاب الضيافة كادت تقلب موازين الشوط الأول لولا الحضور المتألق لنادي المياغري. مباراة انتهت بأنصاف الحلول، لكنها جعلت مسيرة تأهل النخبة الوطنية بين كفي قرارها ضد تنزانيا. المباراة تميزت بمستوى جيد رغم أحوال الطقس السيئة. اللاعبون قدموا مستوى كبير وإمكانيات عالية. لم تنتهي الرحلة بعد، لا زالت لدينا حظوظ كبيرة للتأهل. إنه لقاء صعب لنا أمام جمهورنا، وكذا أرضية الملعب الجد سيئة. المنتخب المغربي لعب جيدا، لم ننزل أيدينا بعد. سنرحل للجزائر بحثاً عن التأهل، نفس الشيء للمغرب أمام تنزانيا. سنواصل العمل وسنركز على مباراتنا الأخيرة بالمجموعة. لم تكن مباراة سهلة أمام لاعبين مغاربة كبار. حصلنا على تعادل أوصلنا للنقطة الثامنة، إنها إيجابية إلى حد كبير. نتمنى لعب كأس أمم إفريقيا. Dans le coup, j'espère qu'à la fin, on ira.